أهلا بكم في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة إيلاف إن أمريكا لن تتدخل في تشكيل الحكومة ولا في فض النزاعات بين الأطراف السياسية المتنازعة، وكل ما يهمها من أمور العراق استقراره واستقلال الطاقة. هذا الكلام الصريح جاء عن لسان نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران والعراق جينيفر جافيتو، ثم اعترفت بأن ما بين العراق وإيران مصالح مشتركة لا تعارضها أمريكا. وفي إجازة هاتفي نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية، دعت جينيفر جافيتو العراقيين إلى التقيد بنظام المحاصصة قائلة: يحتاج القادة العراقيون من مختلف أطيافهم إلى التأكد من تضمين جميع الأصوات كجزء من أي تسوية سياسية. ويضيف الكاتب: إذن فأمريكا ما زالت حريصة على بقاء العراق كما تركته قبل 20 عاما تحت تصرف النظام الإيراني، ولا تريد أن تفعل شيئا لاستعادته منه. الوضع الذي يغرق فيه العراق اليوم ليس وليد الغزو الأمريكي الذي جعل الحاكم الأمريكي المدني بول بريمر يكافئ النظام الإيراني على تعاونه الفاعل الذي لم يكن للغزو أن ينجح بدونه، بل إنه بدأ منذ زمن طويل قبل ذلك الغزو بكثير. والثابت والموثق أن العداوة الأمريكية للعراق حكومة وشعبا بدأت قبل غزو العراق الكويت بعام، وتحديدا بعد نهاية الحرب الإيرانية العراقية بشهور، حين بدأت الصحف الكبرى المتصلة بالإدارة الأمريكية في أواخر عام 89 و 900 و 1000 حملة مركزة تتحدث عن تجاوزات حكومية عراقية منظمة في ملف حقوق الإنسان، وهيئت الولايات المتحدة للنظام الإيراني مع سبق الإصرار والترصد كل وسائل الراحة والاستجمام في العراق، ثم فتحت له طريق السياحة الحرة على شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وخليج عدن، على الرغم من أطنان البيانات والتصريحات والقرارات الأمريكية التي تدين إيران وتدمغها برعاية الإرهاب وتهديد أمن المنطقة والسلم العالمي وحقوق الإنسان. من موقع ألترا عراق نقرأ مقالا للكاتب عبد المجيد صلاح داود يقول فيه: لا زال العراق في غيبوبة الفوضى التنظيمية التي لازمت عرقلة أي خطة للتصحيح، حيث كشف تأسيس مجلس الخدمة الاتحادية عن ضعف قدرة الوزارات على إدارة مؤسسات الدولة بعد عام 2003. إن محاولة وضع إصلاحات الاستفادة من المتميزين الأوائل وحملة الشهادات العليا بزجهم ضمن المؤسسات وفق قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017 وقانون 67 الذي يشمل الطلبة الثلاثة الأوائل يعد خطة تطويرية مهمة افتقدها العراق لعقود من الزمن، أوقعت المؤسسات الاجتماعية بين أيدي الأمية والأمية المقنعة ممن تسلقوا إلى المؤسسات بتأثير تزكيات الأحزاب وفساد الأنظمة السياسية المتعاقبة، وهناك تعقيدات وتدخلات سياسية إلى جانب معوقات تنظيمية خاملة كشفت وهن الوزارات المتعاقبة وضعف قدرتها على إدارة مؤسسات الدولة طيلة مدة حكم الأحزاب بعد عام 2003. من أبرز التعقيدات هي مراوغة المؤسسات ومطاولتها في إرسال الاحتياجات الوظيفية إلى مجلس الخدمة الاتحادي كوسيلة ضغط ورفض ضمني ورغبة غير صريحة من الوزارات ومؤسساتها من أجل إدارة داخلية لتلك الوظائف بما يخدم أهداف الحزب ومصالحه السياسية، إلى جانب انعدام الدقة والضبط التام لبيانات الخريجين من كلتا الفئتين، إذ برزت العديد من الأخطاء التنظيمية والتقنية
إن الاضطراب الذي يصيب النظام الاجتماعي يحصل وفقاً لنظرية ميرتون عندما تتعارض الأهداف مع الوسائل بالشكل الذي لا يحقق الفائدة لكل أفراد المجتمع، وبذلك يحدث شكل من أشكال الانحراف عن القيم والمعايير الاجتماعية. ونلتمس من ذلك أن تراكم الأخطاء التنظيمية في ظل اختلال القيم الاجتماعية ممكن أن ينذر بانحلال أخلاقي معياري في حال حصل إقصاء أو تعارض لأهداف الفئات المستحقة وفق القانون ممن ليس لديهم أي تقاطع. بالتالي تنتشر مظاهر الفساد والرشوة بين جانبي الحضن، انعدام التنظيم وشيوع القيم النفعية الخاصة. نشرت صحيفة الجارديان تحليلاً للكاتب مارتن شولوف تحت عنوان الوفاة الوحشية لمهسا أميني قد تشكل لحظة حساب حاسم للنظام الإيراني. أكد فيه أن النظام في طهران يخشى من ثورة شعبية أكثر من اهتمام العالم بقضية مقتل مهسا. ويرى الكاتب أن المظاهرات التي اندلعت في مناطق في العاصمة طهران يبدو على سلميتها أنها لن تهدأ، بينما اتسمت بالعنف في المناطق الكردية حيث تنحدر الفتاة التي قتلت وهي محتجزة لدى الشرطة الإيرانية. ويذكر بحادث قتل ندى سلطان أغا عام 2009 خلال مظاهرة في طهران بطلق النار في الرأس على يد قناص، واصفا إياه بأنه دليل إثبات على كيفية تعامل إيران مع المعارضين والنساء، ويؤكد على أنه في الفترة ما بين الحادثتين أي مقتل ندى ومهسا شهدت إيران زيادة في قمع المعارضين، وسحقت الدولة كل آثار الثورة الخضراء التي أعقبت الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في عام 2009. إن قوات الحرس الثوري والباسج هي التي تتحكم في الشارع الإيراني منذ انتخاب إبراهيم رئيسي رئيسا للبلاد. ويصف الكاتب رئيسي بأنه شخص متشدد قلل من هامش المعارضة ودعم مكانة شرطة الأخلاق. وأضاف الكاتب أن قادة إيران ألقوا حتى الآن باللوم على المتآمرين في وفاة مهسا، ودعوا أيضا أن أعمال الشغب والاحتجاجات كانت من عمل الأعداء. ويشير الكاتب إلى امتلاك إيران بعضاً من أقوى نظم الأمن الرقمي المتغلغلة في المنطقة وقبضة شديدة على مجتمعه، لكن النظام الإيراني بحسبه في مواجهة مع شبكة واسعة من المواطنين المغتربين الراغبين في تغيير العديد من الأمور، وأيضاً في مواجهة مع ناشطين أقوياء في الداخل يعرفون كيف ينظمون أنفسهم. ويتساءل الكاتب عما إذا ستكون حادثة قتل أميني لحظة حاسمة في السعي لتقرير المصير المأمول من العديد من الإيرانيين، أم هي جمرة غضب ستهدأ في النهاية ليقول إن ذلك لا يزال يتعين رؤيته. نشرت مجلة فورن بوليسي مقالاً للصحفية لين أودونيل قالت فيه إن قرار الولايات المتحدة الإفراج عن 3.5 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الأفغاني أثارت مخاوف من أن هذه الأموال ستقع في غالبها بيد طالبان، التي قادت انزلاق البلاد إلى أزمة اقتصادية حادة منذ توليها زمام الأمور قبل أكثر من عام. لكن الأموال سيتم تحويلها إلى مؤسسة مالية دولية مقرها في سويسرا، وتديرها مجموعة تضم مصرفيين مركزيين أفغانا سابقين، بعد شهور من المحادثات ذهابا وإيابا حول كيفية صرف جزء على الأقل من الأموال العائدة لحكومة الأفغانية السابقة التي تم تجميدها في الولايات المتحدة بعد تولي طالبان زمام الأمور العام الماضي. وقعت إدارة بايدن على حل لا يرضي أحدا. أنشأت الولايات المتحدة الصندوق الأفغاني في بنك التسويقات الدولية في محاولة لإنعاش الاقتصاد قبل أن يؤدي الشتاء إلى تفاقم مستويات الجوع والفقر المقلقة. وصف عمر جوبا الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي والبنك المركزي الأفغاني الصندوق الأفغاني بأنه مكسب غير متوقع لطالبان.
قائلا إنه يدفع فعليا فواتيرهم بينما يعفيهم من المسؤولية عن إدارة اقتصاد يعاني من الصدمة السياسية لحركة طالبان، وكذلك الكوارث الطبيعية التي عطلت الإنتاج الزراعي وسلاسل التوريد. تعارض طالبان أيضا الصندوق الأفغاني قائلة إن جميع احتياطيات البنك المركزي 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة ومليارات دولار في أوروبا والشرق الأوسط يجب تحويلها إلى البنك المركزي تحت إدارتها. وقال حبيب عبد الرحمن حبيب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في طالبان: احتياطيات العملات الأجنبية ملك للشعب الأفغاني، وقد استخدمت لسنوات عديدة في ظل قانون الاستقرار النقدي وتقوية النظام المالي وتسهيل التجارة مع العالم، وأي إجراء تتخذه الولايات المتحدة فيما يتعلق بتخصيص واستخدام وتحويل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية غير مقبول، ونريد إعادة النظر في هذا الأمر. قالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية والسفيرة السابقة في واشنطن شيري رحمان إن أزمة المناخ تفاقمت بوتيرة متسارعة، وأضافت في مقال لها في صحيفة الجارديان ترجمته عربي 21 أنه عندما تجاوز درجات الحرارة 53 درجة مئوية في باكستان حول صيف عام 2022 مدننا الجنوبية إلى أكثر الأماكن حرارة في كوكب الأرض، مما أدى إلى ذوبان أنهارها الجليدية وحرق غاباتنا ومحاصيلنا، لكن لا شيء يهيئ البلاد للفيضانات التي غامرت ثلث باكستان بمحيط من المياه متجاوزة حتى كارثة عام 2010 من حيث الحجم والوتيرة. تقول الوزيرة إنه بدأت سيناريوهات يوم القيامة التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق تبدو وكأنها حتمية. تحولت مقاطعتا السند وبلوشستان إلى مساحات مغطاة بالمياه المتصلة وخالية من الأفق، مع عدم وجود أرض لنصب الخيام عليها، ولم يتبقى أي أسطح منازل للتجمع عليها. أكثر من 33 مليون شخص أصبحوا معدمين، ولقي 1500 شخص مصرعهم، بينما كانت البلاد تكافح في حالة صدمة لمعالجة التداعيات بصرف النظر عن خريطة البؤس البشري التي تمثلها حالة الطوارئ المناخية هذه، فإن تكاليف إعادة البناء والتكيف مع مثل هذا الطقس القاسي الجديد هو سبب للقلق. بينما يبدأ العالم في النسيان، لا يزال على باكستان أن تخوض مراحل الإغاثة من الأزمة، مع جيل جديد من المهاجرين بسبب المناخ يبحثون عن مأوى. إن مجرد توفير احتياجات الكوارث الأساسية مثل المأوى والغذاء يتطلب تمويلا فوريا، ولا يترك لنا أي مكان لإعادة بناء سبل العيش أو الحفاظ على المحاصيل. رسوم الكاريكاتير لها أسلوبها الخاص في متابعة الواقع ونقده. أهلا بكم من جديد. حذر عمال الإنقاذ في اليابان من انهيارات طينية وفيضانات نتيجة أحد أسوأ الأعاصير التي تشهدها البلاد في العقود الأخيرة، وأسفر إعصار نان مادول عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 90 آخرين منذ أن وصل إلى اليابسة في جزيرة كيوشو الواقعة في أقصى جنوبي البلاد. وطلبت السلطات من 9 ملايين شخص إخلاء منازلهم
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 350 ألف منزل، وتسبب الإعصار الهائل في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 234 كيلومتر في الساعة، وهو ما أدى إلى تدمير المنازل وتعطيل النقل والأعمال. وسقطت أمطار غزيرة على العاصمة طوكيو، وعلقت خدمات خط مترو أنفاق توزاي بسبب فيضانات، وألغيت خدمات القطارات السريعة والعبارات ومئات الرحلات الجوية، وأغلقت المحلات التجارية والشركات. وأظهرت لقطات فيديو محلية انهيارات لأسطح المباني واللوحات الإعلانية. وتنبأ علماء أن ارتفاع درجات حرارة المياه في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي نتيجة تغيير المناخ قد يؤثر أيضا على تواتر الأعاصير. محتجون يشعلون الإطارات أمام مقر الأنورا في غزة. أضرم متظاهرون النار في إطارات سيارات خارج مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وذلك أثناء مطالبتهم بتعويضات عن المنازل التي دمرت خلال حرب عام 2014 مع إسرائيل. ورشق المتظاهرون بالبيض أيضاً المبنى التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا. والآن أدعوكم لمتابعة هذه المادة الفيديوية التي اخترناها لكم من مواقع الصحف. الحرب مشتعلة بين روسيا وحلف الناتو منذ أكثر من عامين، ولا طرف فائز حتى الآن، والضحايا عشرات الآلاف من الطرفين. وفي خضم ذلك يقترح عدد من القادة الروس توجيه ضربة نووية إلى إحدى قواعد الناتو الأوروبية، متنبئين بأن ذلك سيدفع الناتو للتراجع التام. تصدر الأوامر وتنطلق قاذفة قنابل روسية شهيرة من طراز TU-160M2 لتضرب قاعدة كالينغراد برأس نووي تكتيكي صغير، تباد القاعدة والمنطقة المحيطة بها عن بكرة أبيها. يشعر الناتو بالفزع، لقد استخدم الروس النووي، فيصدر قادة الحلف أوامرهم لقاذفة قنابل أطلسية فتنطلق من قاعدة عسكرية على الحدود الألمانية الفرنسية نحو قاعدة روسية في بيلاروسيا لتلقي قنبلة نووية تكتيكية أخرى تبيد القاعدة الروسية تماما. حتى اللحظة ورغم استخدام النووي، إلا أنهما ضربتان نوويتان تحذيريتان برؤوس صغيرة توجه عادة نحو قواعد عسكرية نائية، وعدد قتلى ليس بالكبير، إلا أن الروس سيأخذون الحرب النووية الحالية إلى مستواها الحقيقي، وخلال ساعات قليلة سيطلقون قاذفات قنابل وصواريخ قصيرة المدى تحمل 300 رأس حربي نووي مستهدفين مواقع الناتو العسكرية المنتشرة في أوروبا كلها. يرد الناتو بضربة شبيهة مرسلين 180 رأسا نوويا حربيا إلى مناطق روسية عسكرية حدودية وفي عمق روسيا نفسها، ضربتان هائلتان داخل نطاق المواقع العسكرية فقط للطرفين بعدد قتلى وصل إلى 2,600,000 شخص. إلا أن الناتو لن ينتظر الرد الروسي هذه المرة، بل سيطلق ضربة استباقية كبرى مرسلا 600 رأس حربي نووي من غواصاته النووية وقواعده السرية الحاوية للصواريخ البالستية العابرة للقارات. ضربة ستأتي من محيط الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وتعي موسكو جيدا أنها ستحيل بنيتها التحتية العسكرية إلى رماد. لذلك وفي وقت متزامن تطلق عددا مشابها من الرؤوس الحربية النووية الخاصة بها قبل وصول تلك الضربة الأطلسية الهائلة من عرباتها المتحركة وغواصاتها ومراكزها الثابتة على الأرض باتجاه أوروبا وأمريكا. حتى هذه اللحظة وصل عدد القتلى إلى 3,400,000 من الطرفين، ثم خرجت الأمور عن السيطرة وبدأ الطرفان باستهداف المدن الروسية والأوروبية والأمريكية بالنووي،
ضربتان هائلتان متبادلتان لثلاثين مدينة، وكل مدينة تضرب بخمسة عشر رأسا نوويا، ليقضى على حياة أكثر من 85 مليون إنسان في 45 دقيقة فقط من بدء القصف. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.